أجزاء المجهر وطريقة استخدامه. طبعا لا يخفى على أحد أهمية الجهاز أو الميكروسكوب بالنسبة لكل الدارسين في تخصص علم الأحياء وفي كل التخصصات المختلفة لهذا العلم، أداة مهمة جدا لا غنى عنها. لذلك احنا هناخدها بشيء من التفصيل، المجهر الضوئي المركب والمجهر الضوئي التشريحي. نبدأ بأجزاء المجهر الضوئي المركب. أول حاجة العدسات العينية اللي في المعتاد بتكون قوة تكبيرها 10x وبتبقى مكتوبة على العدسة. طبعا العدسات العينية بتكبر لي الصورة القادمة من العدسات الشيئية إلى العين 10 مرات إضافية. ممكن أبعد أو أضيق المسافة بين العدستين بالشكل ده كده عشان تناسب المستخدم للمجهر. في عندي الجزء اللي بيالي العدسات العينية اللي هو الأنبوب، داخله مرآة مائلة بزاوية 45 درجة عشان تنقل الصورة أو تعكسها القادمة من العدسات الشيئية إلى العدسات العينية. بعد كده في عندنا قطعة مهمة جدا اللي هي القطعة الأنفية الدوارة اللي بتحمل العدسات الأساسية للمجهر. في عندي 4 عدسات في القطعة الأنفية الدوارة أو مثبتة عليها. أول عدسة اللي عليها خط أحمر دي بنسميها العدسة الماسحة، ودي قوة تكبيرها بتكون 4x، يعني بتكبر لي صورة العينة 4 مرات، ودي بنستخدمها في بداية الفحص. بعد كده في عندنا العدسة الشيئية الصغرى اللي عليها خط أصفر، قوة تكبيرها 10x، بتكبر لي العينة 10 مرات. بعدين بعد كده في العدسة الشيئية الكبرى، قوة تكبيرها 40x، يعني بتكبر لي العينة 40 مرة. ثم في النهاية العدسة الزيتية اللي قوة تكبيرها 100x، يعني بتكبر لي العينة 100 مرة. طبعا علشان أشوف قوة تكبير المجهر أو أحسبها، المفروض اللي أنا بضرب قوة تكبير العدسة الشيئية في قوة تكبير العدسة العينية بتديني القوة التكبير النهائية للمجهر. طبعا لازم أثناء ضبط العدسات الشيئية أسمع صوت التكة دي اللي بتوضح لي ان العدسة اللي انا هستخدمها في وضعية العمل او بيسموها الوركينج بوزيشن، يعني لابد ان العدسة تكون في هذه الوضعية عند هذه التكة بالشكل ده كده. طيب بعد كده بجد ان في جزء عندي اسمه المسرح، ده في الوسط، في وسط المسرح فتحة بيمر من خلالها الضوء عند المكان اللي بنثبت عليه الشريحة، والمسرح بيحمل مسرح آخر اسمه المسرح الميكانيكي أو المسرح المتحرك بالشكل ده كده. والمسرح المتحرك ده بيبقى فيه مكان لتثبيت الشريحة اللي عليها العينة عندي هنا، بالإضافة لوجود ضوابط بتحرك لي المسرح للأمام وللخلف أو لليمين واليسار بالشكل ده كده، ده لسهولة التحكم في حركة الشريحة على المسرح، بالإضافة لوجود مسطرة علشان بتساعدني جدا في عملية الفحص. تحت المسرح بنجد ان فيه القطع الضوئية اللي هي عبارة عن المكثف وبيحتوي داخله او بيتضمن الحجاب الحدقي. والمكثف هنا وظيفته اللي هو بيجمع الضوء الخارج من مصدر الاضاءة في الاسفل علشان يخليه في حزمة واحدة بس موجهة الى الشريحة الموجودة على المسرح. داخله الحجاب الحدقي، وده بيعمل لي عملية تركيز للإضاءة وبيتحكم في شدة الإضاءة الواصلة إلى العينة اللي موجودة على المسرح. طبعا ممكن أتحكم في المكثف عن طريق هذا الضابط اللي أنا أنزل المكثف أو أطلعه لفوق كده على حسب كمية الإضاءة اللي أنا عاوزها. ممكن أخفض الإضاءة بخفضه لتحت أو أعلي الإضاءة برفعه للأعلى بالشكل ده كده. أيضا الحجاب الحدقي ممكن أتحكم فيه بالشكل ده علشان يتحكم لي في شدة الإضاءة. على جانبي المجهر بنجد ضابط كبير بيستخدم في إنزال ورفع المسرح بحركة كبيرة، وده في حالة ضبط العينة. وبعدين في عندنا ضابط أصغر بنسميه الضابط الناعم أو الدقيق، وده بيستخدم في أيضا خفض ورفع المسرح ولكن بحركة دقيقة تكاد تكون غير مرئية، وده في حالة استخدام العدسات الشيئية الكبرى أو العدسة الزيتية. قاعدة المجهر مثبت داخلها مصباح كهربي، وده في حالة استخدام الإضاءة بنبدأ نضيء المصباح بالشكل ده كده. وعلى جانب المجهر الآخر في الزر اللي هو أون وأوف للمجهر، وضابط هنا بيضبط كمية الإضاءة للمصباح الكهربي. عند بدء استخدام المجهر في عملية الفحص، المفروض اللي أنا بتأكد إن المسرح في أقصى درجة ممكنة أسفل، بالإضافة إلى وضع
العدسة الماسحة أصغر عدسة في وضعية العمل بالشكل ده كده، وأبدأ أثبت الشريحة الزجاجية بتاعتي في المسرح المتحرك بالشكل ده، وبعدين ببدأ أشغل الإضاءة بتاعت المجهر، وبضع عيني على العدسات العينية وأبدأ أرفع المسرح باستخدام الضابط الكبير رفع خفيف جدا حتى نرى العينة واضحة على الشريحة. بعد كده ممكن أبدأ أستخدم العدسات الشيئية الصغرى، وبعدين بعد كده أبدأ أضبط العينة وأشوفها بصورة واضحة، وبعدين أستخدم العدسة الشيئية الكبرى لو أنا هكبر منطقة معينة في العينة بالشكل ده كده. في الحالة دي أنا هجد أن استخدام الضابط الدقيق هو الأفضل بالنسبة للاستخدام. في حالة إذا كنت بستخدم عينات بكتيرية ممكن بستخدم العدسة الزيتية بعد وضع نقطة من زيت السيدر على الشريحة. بعد انتهاء عملية الفحص بنزل المجهر أو بنزل المسرح المجهر بالشكل ده وشيل الشريحة وأبدأ أطفي الإضاءة، وبعدين بعد كده المفروض اللي احنا بنغطي المجهر بالغطاء بتاعه عشان نحافظ عليه من الغبار والأتربة بالشكل ده. أهم الفروقات بين المجهر الضوئي المركب والمجهر الضوئي التشريحي الاستخدام. أولا هذا بيستخدم في فحص الأنسجة والخلايا، لكن المجهر التشريحي بيستخدم في فحص العينات الكاملة. قوة تكبير المجهر الضوئي المركب ممكن تكون 1000 مرة وممكن تزيد توصل ل5000 مرة، لكن هنا قوة التكبير لا تزيد عن 28 مرة فقط. عندي هنا 4 عدسات شيئية ممكن استخدم كل منها على حدة، لكن هنا في المجهر التشريحي عدستين فقط اللي موجودين مدمجين داخل هذه القطعة، ولذلك بضطر ان انا استخدم العدستين في وقت واحد. بالنسبة للمسرح، هذا المسرح في المجهر الضوئي المركب بيحمل مسرح متحرك او مسرح ميكانيكي، وده بيساعدني في عملية الفحص بسهولة، بينما هنا مفيش غير مسرح واحد اللي هو قاعدة المجهر مثبت عليها كليبسين لتثبيت الشريحة بالشكل ده. ايضا من الفروقات ان في عندي هنا في المجهر المركب ضابطين، واحد كبير وواحد صغير بيسهلوا لي عملية ضبط الشريحة وعملية الفحص، لكن هنا في ضابط واحد فقط بيحرك الاجزاء كلها لاعلى ولاسفل بهذا الشكل. اخر فرق عندنا اللي هو مصدر الاضاءة، بيكون في المجهر الضوئي المركب مصدر اضاءة سفلي واحد، لكن في المجهر التشريحي في مصدرين للاضاءة، احدهما سفلي بالشكل ده كده والاخر علوي هنا. ممكن استخدم الاثنين في وقت واحد، وممكن استخدم كل واحد منهم على حدة بالشكل ده.